مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد وحلقة جديدة من فقرة The Pick of the Day. على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الانستغرام تحديدا، يشارك اليوتيوبرز صور يومية من حياتهم اليومية. فمثلا كاش نشر 3 صور يظهر فيها الـ3 لوكات اللي ظهر فيها في فيديو كليب أغنيته الجديدة 21، وطلب من متابعينه التعليق عن أكثر لوك عجبهم. أما ليلى مراد فأعلنت لمتابعينها أنها راح تكون أو تمثل الشرق الأوسط في العرض الأول لفيلم فروزن ملكة الثلج في أوروبا. أما عزة زعرور فأعلنت عن خطوبتها لمتابعينها بنشرها لهي الصورة وكتبت حب وبداية جديدة، وبارك لها اليوتيوبرز بهاي التعليقات. أما نونو ستارز فنشرت هالصورتين وكتبت أنها حققت أمنية ما كانت تتخيل أنها رح تتحقق وسعادتها لا توصف. فمن حكي نونو ستارز نفهم أنه الأمنية أكيد حتكون كتير كبيرة. شو تتوقعوا حتكون أمنية نونو ستارز؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.